السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام، اليوم جيت وجبت لكم درس جديد. يعني أنا شخصيا جامي قابلته في حياتي المهنية ولا حتى هنا وأنا أتعلم. المرة هذه حبيت نشارككم المعلومة. أولا وقبل كل شيء، بالصدفة داخل في واحد الجروب تاع لا تيوتري كيفاه يتعلم بون كيفاه باغ اكزومبل دي فوا يعطيو دي زيكزومبل وين نلقاو جماعه حصلوا كيما هكا، ما نلقاوش كيفاه ولا هكا جست باش يعلموا الناس بعد كيما هكا. طحت في واحد المثال يعني فريمون لي صورته. على كل حال انا صورته درت لو كابتور. ها هنايا هو في ليكزومبل هذا اطلب طول لا مونشيت هذه اللي هي تبان لكم هنا نيميرو 1 ساشون طاف طاف دا على بالكم منها. اكد فقط واش قال في ليكزومبل هذا، واش عطانا كوم دي دوني، عطانا فقط باللي البايب تاعي الطول تاعو الديامتر تاعو 16 انش و لونكوم والقلبو تاعي القلبو راهو 90 5 دي 5 دي. انا شخصيا ما تحلبت لهاش وما فقت لهاش، حليت التمرين على الاساس تاعنا اللي نعرفوه اللي هو موالفين نعرفوه احنا موالفين نحسبوه كيما موالف نوري لكم دي زيكزامبل اقدم كيما هذا. باغ اكزومبل كي نقول لك نحسب لي لونكومبرمون تاع الكود هذا اللي هو مثال بسيط جدا اللي هو بكل بساطه اللي هو ديامتر فوا 38 هذاك يعود 90 وكيعود 45 تقول فوا 16. في اللوكا هذا انا طحت نحسب يعني بكل ثقه وعلى فانت كونت ظهرت غلط يعني. ونشكر صديقي محمد هو اللي وله لي النقطه تاع 5 دي هذيك. هاي اول مره تصادفني النقطه هذه تاع 5 دي وبحثت عليها صراحه وحبيت نفهمها وماذا بيا دوك كي فهمتها راح نبارطاجي معكم المعلومه هذه هاي بكل فرح وسرور خوتي. دعيوا لنا برك واش راه نقول لكم انايا ونتمنى نوصل لكم الفكره كما ينبغي. اولا راح نركز لكم على نقاط. اولا اللي هي النقطه الاولى انواع القلب ولا الكود. اثنين كيف جات العلاقه تاع نحسب لونكم بها لونكم برمو. ثلاثه مجالات الاستعمال. اربعه القاعده اللي ناخذوها بعين الاعتبار باش نحسبوا هذا الامر. نبداو على بركه الله. انواع الالبو، الالبو نعرفوه نقولوا بار اكزومبل هذا المثال تاعنا اللي هو 90 كلكس وهذا السنتر تاعو منه وهذا السنتر تاعو من هنا. هذا اللي نعرفوا احنا هذا هو في الحقيقه اللي هو 90 لونكومبرومون تاعو اللي هي من السنتر الاكستريميتي تاع البايب اللي هي مرزوله باغ اكزومبل المسافه ال. ال تساوي كما نعرفوا اللي هي ديامتر تاع البايب اللي هو هذا في 38 سواء لي هذا في اللوكا اللي نعرفوا حنايا يعني. حبيت نوضح لكم معلومه فقط. الالبو دوك كي نقول لكم قد كاين من من من, من الالبو هذا ولا الكود راح نقولوا لي 45 و 90 و كاين 60 و كاين 30 ما نعرفش صح هذوهم. انا معاكم في هذوهم. كاينه حاجه النقطه بلي بريسيز عليهم اللي هي لي نعرفها على كل حال، ولكن في المثال هذا هو لازم نركز لكم عليها. كاين البو قلنا ينقسم الى نوعين هذوهم اللي لازم تعرفوهم. كاين شورت ريديوس وكاين لونغ ريديوس. هذا نرمزولو بالاس ار وهذا نرمزولو بالال ار. نبداو هادو هما الكود تاعنا باش نحاول نبسط لكم المعلومه. هذا هنا ليكزومبل قدامكم هنا راكم تشوفوا فيه. هادو كاع بون على بالي بهم هادو كاع ال ار اللي هما ادمي دو دي حتى الاخير هادوهم. دوكا اولا اول حاجه راح تقسيوني واش معنى تهدي هذيك. هاي راح نشرحها لكم هنا في المثال هذا. راح نشرحها لكم بالمثال هذا تو سامبلومون.
كما حكينا هذا لو كان اللي نعرفه. الشرط ريليجيوس اللي هو واحد في الدين فقط، هادو الشورت ريجيوس. اللونج ريجيوس، اللونج ريجيوس راح يبدو من 1.5 دي وطلع حتى توصل 10 دي ولا اصفار، على حسب البزوان تاعنا وعلى حسب لا كومون تاع الكليون وين نستعملوه. هذا الدي في المثال، ها هو الدي هو النومينال ديامتر اوف بايب لاين. الدي هو الانش اللي نحطوه معنا، اللي نحطوه بعين الاعتبار اللي هو قلنا الانش. يعني الشورت ريديوس اللي هو واحد، باش ما راه خلاف كي تعود تلقاها تصادفكم الدي واش معناتها كيما نقولوا كذا في الشورت ريديوس، واحد فاصل دي واحد في الدي اللي هي واحد في 25.4 اللي هو البوس. هنا في اللوكا، وهذا اللوكا اللي نعرفه احنا في الشوانط اللي هو 1.5، 1.5 في 25.4. هادو دوك ندخل لكم فيها بالاخر. اولا قلنا انواع الالبو، قلنا الشورت ريديوس واللونج ريديوس. الشورت ريديوس قلنا واحد دي وهذيك ها دكا، قلنا على دي هذه ها واش معناها. هذا من كومبرومو تاع الكود كي نعود ستوندار. انا نعرفها مع معلومه مسبقه، كي يعود الشورت ريديوس باش نحسبوا ال هذه هاي ديريكتوم تولي لك ديامتر في 25.4. ماش باغ اكزومبل نقولوا باغ اكزومبل هذا دو بوس، لون كومبرومو تاعو كي يعود في لو كاستوندار اللي هو 1.5 دي هي 76، 76. بصح كي يعود هذا في اللونج ريديوس، بصح كي يعود في الشورت ريديوس واش يولي لك 25 و 25 هاي 50.8، 50.8. سما هذا تلقاه يقل في الشورت ريديوس. الشورت ريديوس ممكن بالك تخدمو 6 7 شوان باش يصادفكم، وممكن ما تلقاوهش هنا في الجزائر خلاص. انا شخصيا نظر كان يعني عندي 7 سنين في الشوانط جامي شفت لوك هذا، بصح لو هذا ديما نلقاه في وجهي. هذا هو اللي هو اللي معمول به عموما، هذا باش نحكي نبرك باش ذهبت لي الفكره. هذا اللوكا تاعنا باش نحسبوا برك، باش فهمتكم برك واش معناتها دي الواحد. قلنا هذو انواع الالبو، قلنا الشورت ريديوس لونج ريديوس. روحوا الدوزيام بوان هي اصل العلاقه هذه من جات. راكم تشوفوا يقولوا باللي قلنا ديامتر في 38، 38 هذه من جات، يعني كي نجيو نحسبوا لها على حتى نحسبوا الامر هذا، هي الاصل تاعها اللي هي الزاويه اللي هي 90 على 2 طونجون تاعها هكذا في قلنا 1.5 ولا اي حاجه اللي هي 1.5 في الدي. طونجون 90 اللي هي 45 وتساوي الواحد، الواحد في 1.5 في 25.4 تو تلقاها في الاصل تساوي 38.1. هذا هو الاصل تاع 38 كيفاش جات في العلاقه اللي نعرفوها احنا. هذه هاي هي الاصل اللي قلنا 38.1. هذا بال في العموم، ولا كي تروح في 45، 45 اللي هي على 2 تلقاها 0.14 في 1.5. المهم طلع لك 16، هي المفروض طلع لك 15.7، ولكن نقولوا 38 نقولوا 16 باش نحسبوها، يعني ما ندخلوش في الفاصله هيدو. هذا هو اصل القاعده المعروفه تاع لوكا ستوندار. هذا هادو هنايا، هادو هما كامل عيطوا لهم اللونج ريديوس. مهم على بالي هذا شويه معقد الدرس هذا، ما هو مش معقد بالعربي، ممكن خايف انا من نفسي خايف اني ما نوصلكمش الفكره كما ينبغي، راح نحاول الماكسيموم تاعي. هادو اللي كاوي نستعمل الشورت ريديوس هذا، هاولي لقاه ماذا به يصوره لي يبعثه لي، ما نكذبش عليك
انا ماذا بيا نشوفه هادو كي راني نحكيو عليهم راه نقول لكم مجال الاستعمال تاعهم. ابار هذا قلنا راه يستعمل في الشونطي هذا، وممكن تاني تلقاوه في البايب لاين بصح من فوقه اللي هو 2 دي وطلع اللي هي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 10 دي هادو كامل جينيرالمون راح يكون الاستعمال تاعو في البايب لاين. علاه في البايب لاين وماهش في الشونتي؟ لانه البايب لاين راح تكون برا في الخلاء، البايب لاين اللي هي من لي بوي للشونتي ولا من الشونتي هذا تخرج من او اس بي ال اوت سايد اوف باتري ليميت تروح باغ اكزومبل نقولوا من عينا من الناس تروح للحسير من الطريق اسمها مثلو لا لين هادي هاي في هادي لا لين دو طون زون طون يديروا لها شات داون واش يديروا نيتواياج تاع البايب من الداخل. راح تقول لي كيف راح ينيتواي 50 60 70 كيلومتر بيان سور يتنيتوايا. كان واحد لاباراي اكزاكتومون الاسم تاعها ما نعرفش هي، روح حوس كنت حوس في اليوتيوب تلقى كلينينغ دير كلينينغ اوف بايب لاين، تخرج لكم واحد لاباراي شغل هي الديامتر تاعها يكون ايغال للديامتر انتيريور تاع البايب ويمشي. ولا كان عندكم جماعه خادمين ديجا في الشوانط تلقى في الصحراء ما تلقاش الكود 45 واستغفر الله ما تلقاش كود 90 دي جينيرالمون، تلقى متلوقه طول باش تلقى كود هكذا قليل خلاص جينيرالمون سي جوست على جنب لاباراي دي هاي على يديرو 4 دي 5 دي وجينيرالمون يكون ديامتر كبير 10 12 16 20 على حسب البزوان تاعنا على باش لاباراي هذيك تدور اليز في نص البايب تاعي ما يتكسرش ولا ما تحصلش كيما نقولوا حنا. هذا بالعموم تاع الامر هذا هذه القضيه ديها. راح نحسبوا كيفاه نقولوا لك داك انا كي جبت لكم هذا وهضرنا عليه قلنا كيف الحساب تاعو اللي هي 830 ها هذا راح نطبقوا نفس القاعده باش نلقاو الاصل تاع الحكايه تاعنا كيفاه راح نخرجوا الجامتر تاعنا. نفس الحكايه اللي هي تساوي طونجونت، طونجونت الزاويه اللي هي 1.99 درجه في باغ اكزومبل هنايا 3 دي 3 في 25.4 في الجامتر تاعنا. نقولوا باغ اكزومبل هنايا فرضا نمشيو باللي راهي دو بوس، نقولوا دو بوس باسكو هنا عندنا كي قلنا دو بوس تلقاها دي 76 كيعود في الان يدمي 3 دي راح تلقاها بلوس اللي هي 1 في كي نحسبوها قداش سنة 3 معايا هنا هي 3 في 25.4 تساوي اللي هي 76.2 في 2 هايداك هادي تساوي في 2 راه تلقاها مثال هنايا في اللوكا هذا فرضا قلنا تلقى لونكومبرومون تاعي هادي هكذا حتى للسونتر للسونتر اللي هي تساوي 152.4 هو جينيرالمون راح تلقاوها بلوس تلقاو ديامتر كبير. انا عطينا باك اكزومبل برك باش فهمنا القاعده تاعنا باش حطوها ملاح في بالكم. المهم يا جماعه حطوها قاعده ثابته وراسخه راح نحطها لكم انا هنايا هكذا نكتبها لكم بالقلم الاسود لونكومبرومو ايتيغال طونجونت الزاويه على 2 هذا واش يساوي لك هنايا تساوي نقولوا هنا 90 ولا بك نعطيها لكم بالعموم اللي هي طونجونت نقولوا باغ اكزومبل 90 على 2 في نقولوا 5 دي في ديامتر كالكو سوا. هذه هي القاعده اللي لازم تحفظوها. هذا هي طونجونت 90 على 2 اللي هي 1 في 5 في 25.4 في نقولوا مثال 10. هذه هي القاعدة
كيفاه حسبناها وكيفاش خرجناها الامر ده. يعني كي نرجع لدوك المثال هذا تاعي الاول راح نستنتج ديريكتومون باللي هاي داك لونكوبرومو تاع الكود هذا ولونكوبرومو تاع لابريد هذا حاجه ثابته على بالي ما تقدرش تحسبوها ديريكتومون عندكم واحد لابليكاسيون ولا واحد النورم كيما هكا ديريكتومون خرجوها وحدها تبقى لك لا ديفيرونس هذيك هاي بارابول التوتال اللي هي تلقى لا لونغير تاع البايب تاعي. هذا المعلومه بالعموم كيف حسبنا القاعده تاع البايب كيعود بلوس كو ستاندر. ما هو مش راح تصادفوه بزاف ونقولوا نادرا ولكن اللي يخدموا البايب لاين احتمال يطيحوا فيه. سي بور سا هاد المعلومه باش تكون عندكم وتحفظوها مليح. يعني الميم برينسيب تطبق في الحكايه نفسه في 45 ونفسه في اي ديامتر. انت فقط نعاود ناكد باش نديرو ملخص فقط. انت راح تركز على هادو هنا هي وتركز على الزاويه وتركز على الديامتر تاع البايب تاعي باش نقدروا نحسبوا لونكوبرمون تو سامبلومون. نتمنى فقط اخوتي الكرام نكون وصلت لكم الفكره ووضحت لكم يعني توضيح مبسط. انا مع نفسي يعني انا نقول لك راني متاكد بصح اذا خايف يعني اني نكون ما وصلتش الفكره ها واش حبيت نقول انايا. ماذا بكم اللي ما فهمش ما يترددش الاخوه الكرام ابعثوا لي دي كومونتير علقوا لي ماذا بيا نشاهد اكثر. يعني وكاين امور اخرى بربي ان شاء الله مع الايام راح نحطها لكم في القناه وتفهموا ان شاء الله. اللي قراب ليا ويعرفوني ممكن نتلاقاو ونفهمهم مليح ماشي مشكل ما عنديش اشكال. اللي بعد راح نبارطاجي معكم المعلومه يعني قدر المستطاع ومش راح ندخل هذا اللي ناكد عليه النقطه هذه مش راح ندخل. ماذا بيا الاخوه الكرام تفهموا هذا هو الهدف تاعي ونعاود ناكدها لكم انتوما تتعلموا وانا نزيد نتعلم. ما ناكد على المعلومه ماذا بيا وراح نزيد نبحث ونزيد نبحث ونزيد نبحث. ماذا بيا ما نبقاوش في التمارين تاع كود وكومبرومو كيف تسميها هذه كيف تسميها. راح نروح لكم في امور اسماء يعني باش تكون يعني فري ان فري تيوتر هكذا. واش نقول لكم الاخوه الكرام ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمنا والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لنا لايك وما تنساوش التعليقات خاصة إذا عندكم سؤال. خوتي في الله اطرحوا السؤال إذا غلط قولوا لي راك غلط. ماذا بيا أنا نكون غلط باش نأكد على المعلومة تاعي. والسلام عليكم إخوان.